قبل ما نبدأ في سرد أخبارنا لهذا الأسبوع أو أهم أخبارنا لهذا الأسبوع، أحب أقول لكم يا جماعة إذا أنتم مهتمين ترى أنا بدأت أتابع أنمي جوجيتسو كايزن، أو مثل ما يقولوا له ججك أو ججك، حاجة زي كذا. أنا كنت دائما للأمانة أسمع بهذا الأنمي ودائما أشوف الناس تمدحه بشكل متكرر، وللأمانة يعني كنت ماخذ انطباع أنه أنمي قتالي قد يكون مثله مثل أي أنمي، مثله مثل أي أنمي من هذا التصنيف، ولكن وبشكل ما كنت أتوقع أبدا. الأنمي للأمانة مرة فاق توقعاتي وجذبني من أول 5 حلقات تقريبا، وهذا الشيء ما يحصل بشكل نادر ترى، لأنه بعض الأنميات تحتاج فترة طويلة إلى أن تبدأ تنغمس مع أحداثها وتأخذ الهوك زي ما يقولون. والجميل في جوجيتسو كايزن إن رتم الأنمي فيه مرة مرة سريع، ما تحس بالوقت وانت جالس تتابع هذا الأنمي، ما في تمطيط، ما في شطحات ما لها لازمة، من أول دقيقة بوم 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 الأحداث في تصاعد سريع. غير كذا القصة جدا واعدة والشخصيات مميزة ورهيبة، والقدرات والقتالات في تعقيد كذا لذيذ يخليك تبغى تتعرف على القصة أكثر. غير كذا إنتاج الأنمي مرة ساحر، مرة ساحر ومتعة بصرية كذا وانت تتابع. فللأمانة متوقع الكثير من هذا الأنمي، أنا لسه في بدايته، وإن شاء الله إن شاء الله إنه راح يكون مثل ما أنا متوقع. ولو تحبون يا جماعة تتابعون الأنمي معايا، ترى عندنا بث شبه يومي على منصة تويتش، تقدر تجي تتابعه معانا هناك. روابط حساباتي وروابط قناتي في تويتش كلها موجودة في صندوق الوصف. يا هلا والله بالجميع، معكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. فيلم ويلي وانكا النسخة الحديثة واللي تم اقتباسها من السلسلة الشهيرة والعريقة وانكا، وبميزانية وصلت إلى حوالي 85 مليون دولار، قدر الفيلم الجديد للبطل الصاعد تيموثي شالاميت، وبالرغم من انه تصنيف الفيلم عائلي وخفيف ولطيف جدا، الا انه قدر يجمع اكثر من 250 مليون دولار في اول اسبوعين له في صالات السينما. انا للامانه رحت تابعته مع بنتي جود، وللامانه ومثل ما كنت متوقع الفيلم قصته جميله لطيفه خفيفه ظريفه، تتابعه وانت مبسوط وتنش. وتقييمه الى تاريخ هذا الفيديو هو 7.3 من 10، وهذا التقييم تقريبا منصف بشكل جدا كويس، هي حقه كذا 7 7.5. الفيلم كان فيه قصه مميزه وما طلعت عن اطار هويه ويلي وانكا معروفة والشهيرة، والممثل تيموثي شالاميت للأمانة قدم دوره بشكل جدا جدا رهيب. ما كنت متوقع أن تيموثي شالاميت بيقدر يقدم لنا دور وانكا، بس حقيقي بدع. غير كذا الفيلم بشكل عام فنيا وإخراجيا كان واو مرة ممتاز، والكوميديا اللي فيه كانت متماشية ومناسبة جدا لتصنيف الفيلم العمري. وكعادة سلسلة ويلي وانكا دائما يحاولون يعالجون قضايا اجتماعية بشكل كذا كوميدي وساخر، ما طلعوا من هذا الإطار. فإذا تبحثون عن خيار مناسب هذه الأيام للعائلة في صلاة السينما، ويلي وانكا بيكون خيار مرة كويس وشاهدة ممتعة. وللأسف الشديد يا جماعة فيلم أكوامان الجزء الثاني، وعلى عكس ما توقعت تماما بالرغم من إني لسه ما تابعت الفيلم، بتابعه في هذا الويكند إن شاء الله، إلا إنه الآراء الأولية له وبعد أول أسبوع من عرضه كانت شبه كارثية، كانت كفيلة إنها تعطيني انطباع أولي ولو بسيط عن قد إيش الفيلم كان عكس توقعات الجمهور تماماً. وكعادتي وبسبب فضولي يعني قرأت مجموعة مراجعات بدون حرق طبعاً على موقع IMDb لفيلم أكوامان الجزء الثاني، وللأسف الشديد 90% من التعليقات كانت مرة مخيبة للأمال. كذا ودي اروح اكنسل ام التذكره. قرات حوالي 15 مراجع وكلهم قاعدين ينسفوا في الفيلم، يعني الطف واحد فيهم قال كويس الفيلم بس الحمد لله انه خلص مره طويل، هو مدته 2 ساعة بس. عموما خلوكم مثلي، لا تحكموا من اراء الناس، روحوا تابعوا الفيلم. وجيه الكتاب باين من عنوانه، اقول لك يا اخي اذا انت تحب دي سي وتحب اكوامان روح شوف الفيلم وحكم بنفسك كمؤمن. حتى انا ودي اكنسل التذكره بس خلاص. عموما تقييم الفيلم الى الان على موقع IMDb هو 6 من 10، وقدر انه يجمع حوالي 120 مليون دولار، علما انه ميزانيته حوالي 205 مليون دولار. ما عليه، ما زال الوقت مبكر، لو شدوا حيلهم شويه ممكن يقفلون خسائرهم او على الاقل يقربون منه. ولو تابعت فيلم اكوامان الجزء الثاني اكتب لي رايك في التعليقات. ونشر المخرج تود فيليبس صور جديده من فيلم جوكر الجزء الثاني، واللي راح نشوفه في سنه 2024، واللي مثل ما معظمكم عارف راح يكون من بطوله واكين فينيكس والمغنيه ليدي غاغا. هو الفيلم مثل ما قلت لكم راح يعرض سنه 2024، ولكن بالتحديد في شهر اكتوبر بمشيئه الله. باقي كثير، حوالي 11 شهر، لا تفكر في الموضوع. بس ما عليكم، الوقت يعدي يا جماعه،
جوكر يستحق الانتظار بإذن الله. وفيلم ريبل مون للمخرج زاك سنايدر، أحب أقول لكم أنه وصل يا جماعة، وتقدرون الآن تتابعونه على منصة نتفليكس أو بجودات عالية على الإنترنت. وللأسف الشديد الفيلم محبط إلى حد كبير. أوكي ما هو سيء، أنا تابعته على مضض للأمانة، بس كنت متوقع أنه بيكون أفضل من كذا. كان يحتاج سيناريو أفضل كالعادة، وحوارات أفضل، وقصة تكتب بشكل أفضل. قلت لكم زاك سنايدر دائما مشكلته مش مع الإخراج، مشكلته مع الكتابة وطاقم الكتابة اللي ساعدوه. ولكن للأمانة الفيلم من النواحي الفنية الثانية الإخراجية كان مرة ممتاز، واللمسة الجميلة اللي تعودناها من زاك سنايدر كانت موجودة وبقوة. أنا ما ودي أحبطكم وأقول لكم لا تتابعوا، أوكي كويس الفيلم يعني، بس تابعوا إيش خسرانين، ما يحتاج سينما، تقدر تشوفه الآن في أي وقت تشوفه. وبشكل عام يعني تقييم الفيلم على موقع IMDb هو 5.5 من 10، which is لا مش كذا بس كثير والله، حرام عليك، عفوا قليل يعني، أنا 6.5 كويس. وعلى نفس موضوع أكوامان، لا تقرأون مراجعات بدون حرق لفيلم ريبل مون، لأنه المجتمع ساخط جدا أكثر من سخطهم على فيلم أكوامان. مسكين زاك سنايدر، الله مسكين زاك سنايدر، أتمنى له التوفيق. عموما إذا تابعت فيلم ريبل مون برضو اكتب لي رايك في التعليقات. فيلم ذا دريم سيناريو للنجم نيكولاس كيج وصل برضو يا جماعة، وتقدر الآن تتابعه من البيت وبجودات عالية. صراحة الفيلم هذا يعتبر من الأفلام اللي كنت مرة متحمس لها، لأنه الأفلام اللي فيها لحسة مخ دائما ما تجذبني صراحة، الأفكار اللي كذا مميزة وغريبة وما تدري ايش تبغى. وقصة الفيلم بالرغم من إني تكلمت عنها في فيديو ماضي، ولكن في حالك ما شفت الفيديو الماضي أو فيديوهات الماضية بقول لك ايش سالفته على السريع. قصة الفيلم عن شخص أستاذ جامعي، أموره طيبة ومبسوط وحياته يعني مش مثالية، حياته عادية، ولكن فجأة يبدأ يظهر في أحلام الناس. كل ما يقابل واحد في الشارع يقول له هاي يا أخي أنا شفتك في الحلم مع أني ما أعرفك، ليش تظهر في أحلامي؟ وفجأة يصير مرة مشهور فقط لأنه قاعد يظهر في أحلام الناس. فكرة غريبة ومميزة صح، جذابة للناس اللي تحب هذا النوع من الأفلام. عموما يا جماعة أنا تابعت الفيلم، أوكي القصة في البداية كذا مرة جذابة وسلسة وإيش وكذا، ودك تتعرف عليها أكثر، بس بالنسبة لي بعد أول نص ساعة من الفيلم صرت مش مهتم، مع اني كنت متحمس للفيلم. عموما تقدروا تتابعون الفيلم لو تحبون، ولكن حطوا في بالكم انه تصنيف الفيلم لمن هم فوق 18 سنة، في مشاهد دموية، في مشاهد عنيفة، في مشاهد قد لا تناسب الكل. وبشكل عام تقييم الفيلم الى الان ممتاز ومراجعاته كويسة، ترى تقييمه حوالي 7.5 من 10، تقييم منصف للأمانة، هو التقييم اللي يستحقه تقريبا. طيب اذا بتحب شوف الفيلم واعطينا رايك بعدين، او اذا تابعت الفيلم برضو اكتب لي رايك في التعليقات. ويقال يا جماعة يقال ان الممثلة إيرين مالوني، اما ليش في ممثل اسمه إيرين؟ اخوي ركز يا اخوي، اشغلك إيرين خلاص، إيرين افلح. عموما البنت او الممثل هذه والله ما اعرفها ولا قد سمعت فيها الا بسبب هذا الخبر، لانه اسمها صار صاعد بعد هذا الخبر بالتحديد. يقال انه البنت هذه إيرين مالوني يا جماعه راح تؤدي دور مهم جدا في مسلسل ون بيس اللي انتجته نتفليكس، او المسلسل الحي في نتفليكس، ولكم ان تخمنوا من ملامحها ايش هي الشخصيه اللي راح تقدمها. ياب عليك نور، راح تقدم دور شخصيه نيكو روبن، واللي تعتبر واحده من اهم وابرز شخصيات قصه ون بيس، ومرتبطه جدا بتاريخ القصة وأكثر الأشياء غموضا في هذاك العالم. عموما يفترض إلى الآن الموضوع مش رسمي، ما زال كذا يمكن ويمكن لا، يعني ما فيش حاجة كذا أوكي، بس في تلميح. ولكن وفي كلا الحالتين الممثلة إلى الآن شكلا وهيئة الدور مرة راكب عليها، ومش غلط يعني نتفليكس إنكم توظفوها إذا كانت بتقدم دور نيكو روبن بالشكل الممتاز. وختاما يا جماعة، ياب ختاما ما في أخبار الأسبوع هذا، أطلع لك أخبار من وين أجيب أخبار يا أخوي؟ كل الأخبار الثانية مع الأم لازمة. عموما يا جماعة يقال إن كان في خطة كان، لاحظوا انه كان يعني تم الغاء هذه الخطة، كان في خطة انهم يخلوا لعبة سبايدر مان 2 يخلوا فيها طور مالتي بلاير او طور متعدد اللاعبين، يعني تدخل تلعب اونلاين تشوف سبايدر مان معدي ثاني، واحد من العيال معدي ثالث، وتكون في مهام، ما اعرف صراحة ايش كانت الخطة بالضبط، ولكن الفكرة انه كان في فكرة انهم يخلوا طور متعدد اللاعبين في لعبة سبايدر مان 2، وفجأة قالوا اخ كنسل الفكرة يا ابويا ملوش لازمة، بالرغم من انه الفكرة تجاريا من ناحية الفلوس كانت بتجيب لهم فلوس، وانا واحد من الناس اللي ودي العب سبايدر مان 2 بس خلاص ختمتها ما عندي اي شيء يخليني العبها، ولكن يفترض انه في اضافات او دي ال سي راح تنزل للعبة، فيب سبايدر مان 2 عائدة باذن الله. عموما اللي بقول لكم انه كان في عندهم فكرة انهم يسووا طور متعدد اللاعبين ولكنهم كنسلوها بعدين، ليش؟ الله اعلم، ولكن ممكن شافوا انها ايش؟ ما فيش جدوى في الموضوع، او انها بتسبب لهم صداع فايش؟ خلوهم في الصداع اللي هم فيه ولفرين والتسريبات اللي صارت، الله المستعان. وبس والله يا جماعة الى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، قبل لايك الفيديو، اشترك في القناة لو ما كنت مشترك، فعل جرس التنبيهات، تعال تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش، ولو تحب تتابع معنا انمي جوجيتسو كايزن قناتي في تويتش برضه موجودة في صندوق الوصف، عندنا بثوث شبه يومية
هناك، وقناة الألعاب برضو لو تحب تشوف إيش الوجيه يشطح بين فترة وفترة ويلعب ألعاب مختلفة برضو راح تلاقيها في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.